طيب، قائمة منتخب مصر النهارده كان في مرحلة جديدة لروي فيتوريا مع منتخب مصر، عنده مباراتين مع ملاوي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم في الكوت ديفوار يناير 2024. النهارده منتخب مصر بالتأكيد تم الإعلان عن القائمة، وسبعة لعيبة موجودين من النادي الأهلي، من ضمنهم طبعا كهربا والشناوي وعدد من اللعيبة. طبعا الشناوي كان فيه إصابة وكل حاجة، ده هيتحدث خلال الساعات الجاية، لو الإصابة هتطول معاه أكيد هيتم استبعاده من قائمة المنتخب، بس هنستنى نشوف الساعات الجاية لما تبدأ اللعيبة تنضم للمنتخب، ونشوف الجهاز الطبي في قيادة الدكتور محمد أبو العلا هيتعامل إزاي مع إصابات لاعبي النادي الأهلي. لكن نروح مع بعض للترند المحلي، ونبدأ مع بعض الترند المحلي من قائمة، من صفحة اتحاد الكورة واللي أعلن القائمة الرسمية. 24 لاعب في قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي ملاوي المعسكر في خلال شهر مارس. هنلعب مباراتين مع ملاوي 24 في القاهرة، 28 مارس في ملاوي الساعة 3 العصر. دي مباراة الجولة الثالثة والرابعة. في حراسة المرمى في الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي، الدفاع محمد هاني، هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، محمد حمدي، فتوح حجازي، علي جبر، عبد المنعم، أسامة جلال. خط الوسط طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، زيزو، مصطفى فتحي، عمر مرموش، عبد القادر، محمد صلاح. في الهجوم مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، ومحمود كهرباء. دي القائمة اللي أعلنها روي فيتوري. طيب نكمل مع بعض ونشوف حساب في الجول، وقالوا كهربا يعود لقائمة منتخب مصر منذ 2019، يعني بنتكلم آخر مباراة خاضها كانت يوم 18 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر، يعني 3 سنين و5 شهور. 3 سنين و5 شهور، لو عدينا بقى الأيام وعدينا الشهور هتطلع أرقام كتيرة، لكن ده دليل إن اللعيب من جواه لو عنده تحدي إنه يرجع بسرعة هيقدر، وده اللي حصل مع كهربا. لو لعيب غير كهربا عانى المعاناه اللي حصلت معاه خلال السنتين اللي فاتوا والظلم اللي اتعرض له كان ممكن يبطل كوره، لكن كهربا كان عنده تحدي وعارف ان ربنا هينصفه رغم كل اللي اتعرض له ورغم الظلم اللي كل اللي شافه الفتره اللي فاتت، بس قدر يثبت ان هو جاهز، ومشكلته ان شاء الله هتتحل خلال الايام القليله القادمه. طيب ده بالنسبه حساب في الجول. حساب الاتحاد المصري النهارده، روي فيتوريا كان ليه مؤتمر صحفي وتصريحات مهمة جدا لوسائل الإعلام، واتكلم فيها عن مواجهتي ملاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2023، وقال تصريحات مهمة أو في غاية الأهمية بالنسبة للجميع. تعالوا نسمع ونشوف أهم التصريحات اللي قالها روي فيتوريا خلال المرحلة الجاية، إزاي ضم اللعيبة، ليه اختار كهربا، وإيه التحديات اللي ممكن يواجهها خلال الأيام القادمة عشان يعمل نتائج مميزة في مواجهتي ملاوي. تعالوا نسمع ونشوف ثم نواصل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. Então, muito boa tarde a todos. مساء الخير للجميع. Muito obrigado por terem vindo. وبنشكركم جدا على الحضور. Vamos começar então o nosso estágio de março, num dos dois primeiros jogos oficiais. طبعا هنبدا المعسكر بتاعنا، ويعتبر المعسكر اللي هو بيتخلله اول مباراتين رسميتين بالنسبه لنا. جوجز muito importantes para nós, obviamente. مباريات تعتبر مهمه جدا بالنسبه لنا. em que temos uma grande vontade de ganhar e que estamos prontos para esses jogos. طبعا عندنا رغبه قويه جدا للفوز، ونكون جاهزين ان شاء الله بالنسبه للمباريات. em relação ao estágio, nós temos agora, eu e a minha equipa técnica convocamos 24 jogadores. بالنسبة للمعسكر أنا والجهاز الفني وضعنا لستة فيها 24 لاعب. Estágio irá de 24 a 28 de março. طبعا المعسكر de 20 a 28 de março. المعسكر طبعا يبدأ من يوم 20 وينتهي يوم 28 مارس إن شاء الله. Dois jogos a 24 e a 28. هيتخللوا مباراتين، مباراة يوم 24 ومباراة يوم 28 مارس. Iremos estar aqui no Cairo até o dia 26. هنكون إن شاء الله حاضرين هنا في القاهرة إلى يوم 26 مارس. No dia 26 viajamos para Malawi. يوم 26 المغادرة إلى ملاوي. Os jogadores irão chegar entre o dia 20 e o dia 21. وصول اللاعبين هيكون إن شاء الله من يوم 20 إلى يوم 21 مارس. E a 23, como também vocês sabem, vai começar o Ramadão. وزي ما انتم عارفين طبعا يوم 23 هتكون بداية الشهر الفضيل رمضان. E desde já desejar um bom Ramadão a todos. ومنها بتمنى لكم ان شاء الله شهر صوم سعيد جدا للجميع. Este estágio vai ter uma particularidade de ter o período de Ramadão a meio do estágio.
طبعا المعسكر هيكون في ظروف خاصة شوية لأن المعسكر هيكون أثناء شهر رمضان. Mas nós já preparamos tudo e temos tudo previsto e antecipado para o que aí vem em relação àquilo que é alterações que vamos ter no nosso dia a dia. ومنها احنا جهزنا طبعا كل شيء وجهزنا البرنامج بتاعنا على حسب التغيرات اللي احنا هنقابلها في المعسكر من يوم ليوم طبقا لوجود شهر رمضان اثناء المعسكر. Tem algumas características que nos podem ajudar nestes dois jogos. Tem características que nos podem acrescentar nestes dois jogos. انا اخترت كهربا لان عارف ان هو عنده بعض الحاجات الخاصه بيه اللي هو هتقدر ان شاء الله تكون فايده لينا او تساعدنا في المباراتين الجايين. E é um jogador que me tem surpreendido pela quantidade e qualidade dos movimentos dentro da área. O اللاعب بصراحه يعني يعتبر ابهرني من كميه التحركات بتاعته والمسافات بتاعته داخل منطقه الجزاء. Está aqui por mérito. طبعا هو يستحق الحضور وعشان كده ainda bem معنا. Ainda bem que fez estes três gols ontem porque já estava decidido e só vem suportar esta opinião. وطبعا الحمد لله ان اللاعب احرز امس ثلاث اهداف وطبعا يعتبر ان هو بيدعم القرار بتاعنا.